طيب استاذن اتعرف بحضرتك. لا اسمي شومان، شو جامعة التنمية السياحة. معلش معلش تيجي بس كده كده. ايوه كده ايوه تمام. اسمي شومان، جامعة التنمية السياحة بدهشور. طيب دي اول مره تشاركوا في معرض في المؤتمر دولي ولا لا خالص؟ احنا اصلا بنصدر بره مصر اكتر من مكان يعني، واحنا عندنا كمان المعارض الدوليه كلها اللي بتبقى موجوده في القاهره بنبقى متواجدين فيها، وعندنا معارض يعني احنا بقالنا كتير في السوق يعني، كل سنه يعني او كل شهر تقريبا بنكون متواجدين في معرض. تمام غير البيع اونلاين بقى. تمام يعني بجد شغل رائع وكله هاند كرافت، كله هاند ميد. طيب انا بشكرك ويعني بتمنى لكم التوفيق. شكرا.